بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلت إلينا اليوم 13/10/2021 بمدرية أوقاف الفيوم الدفعة رقم 19 من لحوم سكوك الأضاحي وقدرها 4 أطنان، ليصل إجمالي ما وصل إلى الفيوم من لحوم الأضاحي حتى الآن 66 طنا. فقد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 حمولة سكوك لحوم أضاحي تزن 4 أطنان، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية إلى الآن 58 طنا. اليوم بعون الله وتوفيقه 13 من شهر أكتوبر تتسلم مديرية أوقاف الدقهلية الدفعة 18 من لحوم الأضاحي، ليكون بذلك إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الدقهلية 56 طنا من لحوم الأضاحي. فقد استلمنا اليوم بفضل الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 13/10/2021 استلمنا الدفعة 12 من لحوم الأضاحي إلى محافظة كفر الشيخ وعددها 4 طن، ليكون عدد ما تسلمناه حتى تاريخه 46 طن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.